لو سمحت. القطر من جوه، القطر من جوه. طب احنا هنلف بس لان رجال الحمايه المدنيه طبعا بيحاولوا يأمنوا المكان، فهم خايفين لان القطر حالته مهلهله جدا. معلش بحرص تمام. شديد برضو بس الناس تشوف. طيب وحضرتك زي ما انت شايف هم تمام. هم رجال السكه الحديد جابوا ونشين، احنا دلوقتي قصاد ونش منهم اللي بيشيل بقايا اثار الحطام، وفي ونش تاني من شويه هم شالوا القطر الاولاني، العربة الأولانية عفوا، ودلوقتي هم بيشيلوا العربة التانية اللي يعني تقريبا هي اللي كانت كارثة كبيرة جدا، لأن العربة التانية دي احنا أول ما وصلنا أستاذ عمرو بن مصر جثث، هم اللي جثث كاملة تم التعرف عليهم، الباقي جثث ما حدش قادر يتعرف عليهم لأن هي أشلاء، في منهم أشلاء لطفل صغير رضيع، الناس بتقول إن هم شافوه يعني نصين للأسف. الله يرحمه. ال 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 الجزء اللي وراك ده وزي ما احنا حضرتك شايفين دي عربية يعني من العربيات. اتفضل. دي عربية من العربيات. دي العربية الأكثر تضررا. باين. بالظبط، دي عربية الأكثر تضررا، هم عربيتين اللي تضرروا من قطار الإكسبريس اللي هو قطار الركاب. خلي الكاميرا تقرب منها أكتر يا محمد. قربوا أكتر. تمام. الكاميرا هتقرب من الحطام اكتر اهو. هو بس لان كمان المشكله ان القطار موجود وسط اراضي زراعيه. ايوه. فمفيش يعني مفيش مساحه متاحه للحركه، وكمان السكان هنا كانوا بيشتكوا بشكل كبير جدا ان هما ما عندهمش مزلقان، وان دي ما تعتبرش الحادثه الاولى، هي دي الحادثه الاولى للقطر. لكن في حوادث فرديه كتير بتحصل، ان بعض الناس وهم معديين القطر بيخبطهم، في عربية أنفار من الفلاحين القطر خبطها، وزي ما حضرتك شايف. أيوة الصورة بتنقلك بتنقلك دلوقتي القطر من جوه. انت ماشي كده محمد يعني اشوف انت ماشي صح، خليه يكمل ماشي بالإضاءة، عايز اشوف. ايوه تمام. احنا ماشيين متحركين اهو، نوصل لغاية اخر القطر، وقدامنا برضو الونش التاني زي ما قلت لحضرتك، ده الونش رقم 2. تمام. لكن نرجع للقطر تاني، ممكن نحاول نخش كمان جوه القطار المحطم. ادخل. زي ما حضرتك شايف يعني ده الجزء اللي ما تضررش، لكن قدام طبعا في يعني الناس اللي كانوا قاعدين يعتبر في اخر العربيه يعني حصل لهم ضرر رهيب. زي ما حضرتك شايف اهو الكراسي كلها متكسره، القطر يعني فجوه من جوه، القطر فجوه كبيره جدا حصلت له. ده كمان يعني ايه لما رفعوه يمكن شويه هو اتقفل على بعضه لان هو انهار، لكن اول ما جيت زي ما قلت لحضرتك كان في القطر الاحمر اللي هو قطر البضائع موجود جواه، فموجود جواه. شوف بقى حضرتك ممكن يكون الناس اللي كانت قاعده دي حصل لها ايه، ايه اللي بيجرى دلوقتي عندك؟ يعني انت دلوقتي عندك الساعة كام يا محمد؟ المنظر ده هتحصل تاني. محمد الساعة عندك كام دلوقتي؟ دلوقتي عندي الساعة 10 الا ربع. ايه اللي بيحصل عندك دلوقتي؟ الساعة حاليا 10 الا ربع. و اللي بيحصل عندي ان هم من الساعة 6:30 تقريبا جه اول ونش عشان خاطر يبتدي يفصل العربيات عن بعض، فصل اول عربيه ما كانتش متضرره، هي كانت بس شويه مرفوعه عن الارض، لكن ممكن تكون اللي جواها حوادث. بس على القطر لقينا قطر جواه قطر، يعني ما عنديش تعبير تاني اقوله غير كده، كان بالظبط اول ما بصيت لقيت قطر وجواه قطر تاني. ده تراب.